مساء الفل حلويات. مساء الفل ابو الفوز، جبت الحاجه؟ عشان نساعدك. تسلم لي يا عسل، امسك. عيب عليك يا ابو الفوز، مش بتاع فلوس. ماشي يا اخويا وفرت. راح فين؟ خد اقول لك. ما كمل اول، يلا مش خساره في معروفك. ماشي النبي حلويات. الشريحه اللي طلبتها بجد مش عارف اقول لك يا سامي، كلفتك كام؟ عيب يا دكتوره ما تقولش كده، بس انت مش متخيل انا تعبت قد ايه على ما حصلت عليها. اتبهدلت بهدله يعني، سفيت التراب، ضغطت، اتمرمطت، يعني انت مش متخيل اللي حصل. ايه يا سامي الافوره اللي انت فيها دي شريحه، هي مخدرات؟ على قولك يا اخويا، مش القصد يعني. متشكر يا سامي، تصبح على خير. معلش ما سمعتش. بقول متشكر. اللي بعدها يا سامي، صباح الخير. كل ما بيقول يا سامية بيجنني، شكلها تبقى جيلها زي العسل ان شاء الله. ياسين أنا تعبانة قوي. يا حبيبتي مالك في إيه؟ سقعانة. سقعانة؟ أنت سخنة قوي. وأنت كلتي يا حبيبتي؟ فول. تعالي يا حبيبتي ما تخفيش، هتبقى كويسة. ها ما تخفيش، تعالي. سامية يا سامية. خير يا اخويا؟ في ايه؟ البنت تعبانه قوي، وديني اي مستشفى بسرعه. يا نهار اسود، تعال معايا بسرعه. بعد اذنك الطوارئ فين بعد اذنك؟ اخر الطرقه، بس حد يسيب بطاقه. اه اتفضل يا اخويا. صلة العربيه امها. انا امها يا اخويا. الف سلامه. روح انت.